بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال من دورة البي اتش بي، وده الدرس 21. إن شاء الله خلال درسنا اليوم هنتكلم عن فانكشن مهم جدا جوه البي اتش بي، حاجة اسمها السيشن. طبعا السيشن لا يمكن الاستغناء عنه في الويب سايت بتاعك أو الويب أبليكيشن. مستحيل إن أنت تستخدم ويب أبليكيشن أو ويب سايت وما يكونش عندك سيشن. هو يفضل إنك تستخدمه، بس مش شرط إنك تستخدمه. طيب ايه فكرة السيشن اصلا في البداية؟ السيشن ده عبارة عن محفظة، تقريبا يعني محفظة انا بحفظ فيها بيانات معينة، وفي نفس الوقت لما احفظ فيها بيانات معينة بقدر استدعي السيشن ده جوه البروجكت بتاعي في اي مكان انا عايزه، سواء انا في صفحة الهوم، في صفحة البروفايل، في صفحة اللوجن، في صفحة اي صفحة انا عايزها بقدر استدعيها. طب ما انت هتسألني سؤال، طب ما ممكن اعمل متغير واقدر استدعيه والكلام ده كله؟ لا، المتغير بقى عشان تبعته لازم تبعته من صفحه لصفحه عن طريق البوست والكلام ده كله، فدخلت نفسك في قصه طويله قوي وممكن يعمل مشاكل بعد بعدين. لكن السيشن ده ريحني. قال لك ان السيشن ده انت بتفتح سيشن، بتحط فيه اللي انت عايزه وبتسميه، وبعد ما تسميه استدعيه في اي مكان انت عايزه فيه اللوجن. طيب سؤال برضه مهم، يا عم انا ما فهمتش اي حاجه من اللي انت بتقولها، طب انا هستفاد منه ايه؟ اقول لك هتستفاد منه ايه. مثلا هديك جزء بسيط جدا على فكرة السيشن، تعتبر هي الحاجة الشائعة لاستخدام السيشن. ايه هي؟ تخيل كده انا عندي مستخدم هيدخل اليوزر نيم بتاعه وهيدخل الباسورد وهيدخل على صفحة الهوم اللي هي صفحة البداية بتاعته. المفترض دلوقتي انا عايز اديله حاجة، اقول له ويلكم تو ماي ويب سايت مثلا او ذيس ويب سايت، واسمه، اسمه احمد، اسمه سمير، اسمه مصطفى، ايا كان. طب فكرتها عشان اجيب اسمه دي اجيبها ازاي؟ اهو من هنا بقى هبدأ استخدم سيشن. طيب هتستخدم السيشن ازاي؟ ان شاء الله هنشوفها النهارده. فكره السيشن سهله وبسيطه جدا ومفيش فيه اي صعوبه، يمكن ثلاث اكواد اللي بنكتبهم في عمليه السيشن. طيب في البدايه احنا لسه ما استخدمناش السيشن خالص وعايزين نبدا نجرب دلوقتي. انا عندي هنا مستخدم اسمه احمد، والباسورد بتاعه من واحد لخمسه، ده كان مستخدم عندي في الدروس السابقه، وضغطت على صفحه اللوجن. هو دلوقتي عمل تسجيل دخول جوه الويب سايت بتاعي، صح؟ قال له هنا ويلكم تو ذيس ويب سايت. انا عايز يعمل هنا يقول ويلكم تو ذيس ويب سايت ويجيب له اسمه. نفس القصه لو دخلت شخص تاني يقول له نفس الرساله ويجيب له اسمه، نفس شخص تالت يقول له رساله ويجيب له اسمه. من هنا هبدا اعمل فكره السيشن. طيب في البدايه، طيب عشان هو يحفظ السيشن المفترض يحفظ السيشن بتاعه فين؟ انا المفترض دلوقتي عندي في صفحه اسمها تشيك يوزر اللي احنا عملناها الدروس السابقه، اللي هو هيتاكد من اليوزر نيم والباسورد. طب هو اتاكد من اليوزر نيم وتاكد من الباسورد وتاكد من كل شيء، وقال لك ان اليوزر نيم مظبوط والباسورد مظبوط. انا قلت له لو اليوزر نيم مظبوط والباسورد مظبوط وديني على صفحه اسمها الهوم. طيب هو هيروح هنا. طيب انا في البدايه قبل ما يروح هنا انا عايزه يعمل حاجه اسمها السيشن، يحفظ السيشن معاه عشان ياخده وهو رايح معاه صفحه الهوم. طيب تعال نشوف فكره السيشن بتتكتب ازاي. طيب في البدايه قال لك ان السيشن دي السنتكس بتاعها في قواعد معينه كده عشان تقدر تستخدم السيشن دي. اول جزئيه لازم تفتح السيشن، يعني تعرفه ان في سيشن هيتفتح. طيب في البدايه عندي حاجة اسمها session underscore start. طيب كلام جميل، ادي اول جزئية في السيشن. انا بقول له هنا انا عندي سيشن هيبدأ افتحه، انا كده بنبه السيستم بتاعي بقول له خد بالك ان في سيشن موجود معايا هنا. طب كلام جميل، لغاية الان هو ما عرفش ايه السيشن اصلا. طيب الجزئية التانية، السيشن بيتكتب بالسينتاكس اللي انا هكتبه لك ده، بيتكتب بالكابيتال. طيب لاحظ انا كتبت علامة الفاريبل وبعد كده قلت underscore، لاحظ ان هنا مكتوب بوست، في حاجه زي البوست والجيت اسمها سيشن اصلا موجوده جوه البي اتش بي. طيب هقول له هنا ادي السيشن، كلام جميل، قلت له اندرسكور سيشن، كلام جميل، وبعد كده فتحت القوسين بتوعي عملت سنجل كوتيشن وهنا قلت له يساوي وادي السيمي كولون. طيب اقف هنا بقى عشان نفهم فكره السيشن. هنا انا هنا اول حاجه قلت له ستارت سيشن، انا عايزك تفتح لي سيشن موجود عندي جوه السيستم بتاعي. كلام جميل، هو فهم دلوقتي. طب ايه هو السيشن؟ قلت له دلوقتي انا عندك سيشن. طب كلام جميل، اول جزئيه لازم اديله اسم السيشن عشان في وقت من الاوقات لما اجي استدعي سيشن عندي لازم استدعيه باسمه. ما افرض انا فاتح السيشن واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعشرين سيشن موجودين جوه السيستم بتاعي، طب انا اصلا لما اجي استدعي واحد انا هستدعيه بناء على ايه؟ لازم تستدعيه بناء على اسم. طيب كلام جميل، طب خليني ان انا قلت له السيشن ده اسمه يوزر نيم. كلام جميل، بلاش كابيتال هنا، خلينا مثلا اسمه. طب كلام جميل، هو عارف ان في سيشن اسمه يوزر نيم. طيب السؤال المهم هنا، طب اليوزر نيم ده
قيمته ايه؟ انت بتفتح لي سيشن بتقول لي خد بالك انا عندي سيشن اسمه يوزر نيم. طيب ماشي، يوزر نيم ده هيكون بقى جواه بيانات ايه عشان احفظها لك؟ انا بقول له ان السيشن بتاع اليوزر نيم هياخد المتغير ده. ايه ده، انت لخبطتني. لا ما لخبطتكش ولا حاجه، انا لخبطتك ولا اي شيء. الفكره ان انا قلت له عندي سيشن اسمه يوزر نيم، القيمه بتاعته اللي هتجي لك من البوست اللي هنا. جات له بقى سمير، جات له احمد، جات مصطفى، جات ابراهيم، جات ايا كان. الفكره ان هو الراجل ده قبل ما يروح على صفحه الهوم هنا هيعمل سيشن اسمه يوزر نيم وياخده معاه ويروح الهوم هنا. طب كلام جميل، انا كده هنا في الاول عملت السيشن في صفحه اللوجن. طيب هنا انا عايز اطبعه. طيب مفيش اي مشكله، انا ممكن هنا لاحظ حاجه، ممكن هنا اقول له ايكو، تعال هنا هقول له ايكو اندرسكور. طيب احنا ممكن اختصارا للوقت نيجي نقول له احنا عايزين ده. لاحظ انا بقول له سيبك من دي خالص دلوقتي، قلت له ايكو السيشن اللي اسمه يوزر نيم. اهو انا عندي سيشن اسمه يوزر نيم، هو دايركت على طول هيفهم القيمه اللي جواه، ما تشغلش بالك بيها خالص، هو هيفهم القيمه اللي جواه اليوزر نيم. طب تعال نجرب، يلا نجرب مش اي مشكله. تعال نرجع نعمل ريفريش، نفس الشخص اسمه احمد 1 2 3 من 1 ل 5، قلت له لوجن. لاحظ قال لي ان فاريبل سيشن. اها ليه؟ اقول لك ليه. هنا انا لما فتحت ستارت سيشن صح؟ كلام جميل. نفس القصه لما اجي اطبع انا نسيت ان انا افتح الستارت سيشن هنا عندي تاني، لازم افتح الستارت سيشن هنا. في الحاله دي هو هيبدا يفهم السيشن بتاعي. قلت له ريفرش. لاحظ قال لي ويلكم تو ذيس ويب سايت احمد. طيب انا ممكن اجي هنا ببساطه اطبع الجمله كلها مره واحده، او ممكن على سبيل المثال اقول له مثلا هنا دوت مثلا، نقول مثلا وليكن خلي لي مثلا هنا نقطتين مثلا، اي حاجه تميزني بس عشان ايه اعمل ريفرش. لاحظ ان قال لي ويلكم تو ذيس ويب سايت احمد. تعالى يا عم انا مش مصدقك برضه. طب ندخل يوزر نيم تاني كان موجود عندنا. طيب تعال نروح على الداتا بيز، كان عندي واحد اسمه علي من 1 ل 6. ماشي كلام جميل، علي من 1 ل 6، 1 2 3 4 5 6. قلت له لوجن. ايه ده، ده قال لي ويلكم تو ذيس ويب سايت علي. هو فهم علي اهو وفهم احمد، واي حد هتدخله له هو هيفهمه. ليه؟ لان البدايه سهله. هنا انا قلت له وانت رايح صفحة الهوم، قبل ما تروح صفحة الهوم الهيدر لوكيشن بتاعت الهوم افتح سيشن، فتح السيشن بتاعي، وبعد كده عرفت له سيشن زي متغير بس هو اسمه سيشن، قلت له السيشن ده اسمه يوزر نيم جواه قيمة اليوزر نيم. ودايما يفضل اكتب اسم السيشن هو نفس اسم الفاريبل بتاعك عشان ما تتوهش نفسك وتبقى عارف السيشن بتاعك اسمه ايه، ما تخليش ده باسم وده باسم. طب يا ترى اسم السيشن اسمه ايه؟ طب اللي بيحمل قيمة ايه؟ يبقى انت دايما خلي الاسماء هي نفس القيمه اللي جواها الفاريبل بتاعها. كلام جميل، انا هنا قلت له ستارت سيشن وده اسم السيشن والقيمه بتاعته. كلام جميل، لما رحت هنا الهوم قلت له خد بالك في البدايه ستارت سيشن افتح السيشن واطبعه. انا طبعا هنا في البدايه نسيت دي، لو انا نسيت ديت لاحظ تعالى هنا على طول قال لي اندفايند، هو مش عارف فاليبل اسمه سيشن، هو مش فاهم حاجه اصلا اسمها سيشن هنا، لان في البدايه مش عامل له ستارت هنا. في اللحظه دي هو هيبدا يفهم من هنا. قال له ويلكم تو علي. طيب لغايه الان احنا كده كويسين جدا وزي الفل، فتحنا السيشن بتاعنا. طب هو سؤال مهم جدا، هو مش ينفع يعني لما انا افتح حاجه المفروض اقفلها؟ طيب قال لك ان السيشن ده لما انت بتفتحه في صفحه اللوجن بتاعتك او صفحه اللوج اوت، يعني تخيل واحد عمل تسجيل خروج، المفترض دلوقتي لما يعمل تسجيل خروج يقفل كل السيشن اللي موجوده عندي على السيستم بتاعي، سواء بقى يوزر نيم باسورد ايميل ايا كان، يقفل السيشن بتاعي. عشان يقفل السيشن بتاعي في فانكشن جوه البي اتش بي حاجه اسمها سيشن اندرسكور انسيت. تعالى اوريك الفانكشن دولت عشان نشوفهم بس اهوت، انا مجهزهم لك. نشوفهم هنا وبعد كده هنشوف نستخدمهم ازاي. طيب اول حاجه قال لك ان في حاجه جوه البي اتش بي اسمها سيشن اندرسكور ستارت. انا اول حاجه هقول له افتح السيشن، وبعد كده حاجه اسمها
اون سيت يعني فين السيشن اللي موجود حاليا، وبعد كده ده ممكن اقول له سيشن اندرسكور ديستروي. ديستروي ديت يعني هيمسح كل السيشن اللي موجوده عندك في السيستم. تخيل لو انا عايز اقفل كل السيشن اللي موجوده عندي بستخدم الفانكشن ده اللي هو سيشن اندرسكور ديستروي. في الحاله دي هو هيمسح كل السيشن اللي موجوده في جوه السيستم بتاعك. طب لو انا قلت له هنا انسيت، انسيت يعني المفترض هيفتح السيشن الحالي اللي هو السيشن المفتوح فعليا دلوقتي اللي انا مستخدمه هيفتح. يفضل دايما في عمليه اللوج اوت اعمل ديستروي عشان تقفل كل السيشن اللي موجوده عندك، او ممكن تستخدم الانسيت. طيب عشان اعمل صفحه لوجن واقفل الكلام ده كله، طيب سيبنا من دول خالص. هو المفروض مش المفروض دلوقتي الراجل جه جوه صفحه الهوم، انا عايز يعمل تسجيل خروج. طيب كلام جميل، انا ممكن هنا اعمل له ايه اتش ريف مثلا. تعالى نشتغل اتش تي ام ال شويه. ايه اتش ريف، وبعد كده قلت له مثلا ده هيكون لوج اوت. الراجل ده عايز ان انا اطلعه بره. طيب كلام جميل، اعمل ريفريش عشان اشوف. في عندي حاجه اسمها لوج اوت. طب تعالى هنا برضو عشان ايه يبقى شغلنا كويس، نعمل هنا بوينت ونقول له بي ار مثلا وليكن، ونعمل ريفريش عشان بس تنزل معايا هنا. تمام، هنا لوج اوت انا عايزه هنا دلوقتي لما يضغط هنا اول حاجه يروح يقفل السيشن بتاعتي، وبعد ما يقفل السيشن بتاعتي يخرجه على صفحه اللوج اوت زي الفكره كده. اول ما يضغط يروح عامل له كده يوديه هنا. طب كلام جميل، انا هنا الصفحه بتاعت اسمها ايه؟ بي اتش بي. كلام جميل اهو، قلت له هنا انت هتروح على صفحه اسمها البي اتش بي. طب تعالى نرجع كده نجرب ريفرش، قلت له لوج اوت، لاحظ رجع تمام. بس هنا ما قفلش السيشن لسه، هو ما قفلش حاجه، بس الفكره انه عمل تسجيل خروج بس لسه الى الان السيشن بتاعي مفتوح. طيب اذا هنا انا يلزمني صفحه، الصفحه ديت يكون جواها قفله السيشن بتاعتي. طيب تعالى نفتح صفحه جديده سميها ايا كان، مثلا نسميها مثلا اكس مثلا على سبيل المثال ايا كان دوت بي اتش. اذا بقى الوضع اختلف. ازاي الوضع اختلف؟ انت هنا عندك صفحه اسمها اكس بي. خلينا بس نقفلها عشان يبدأ يحس بيها الأول. هنا طيب في البداية المفروض هنا أول حاجة هيعمل هنا يضغط على دي الصفحة دي، المفترض هتوديه مش على الهوم بقى، هتوديه على الإكس نفسه، هتوديه هنا. افترض دلوقتي أنا عندي صفحة اسمها إكس دوت بي اتش بي مثلا على سبيل المثال، أنا هعمل هنا ريفريش، المفترض يروح فين؟ راح على الاكس دوت بي اتش بي. طيب في الاكس دوت بي اتش بي هيعمل حاجتين، اول حاجه هيقفل السيشن بتاعي، وبعد ما يقفل السيشن بتاعي يعمل له هيدر لوكيشن يوديه على صفحه اللوجن. كلام جميل. طيب تعال هنا، تعال نستخدم مثلا واحد من ده مثلا. تعال هنا هنا اول حاجه انا عايز ان انا اقفل السيشن الموجود حاليا اللي اتفتح بس. في الحاله ديت هستخدم الانسيت بس. حلو، وبعد كده هروح مثلا صفحه هنا اقول له هيدر لوكيشن مثلا، بعد ما تنفذ كل الكلام ده اروح على صفحه اسمها هيدر لوكيشن اسمها لوجن. كلام جميل. طيب شوف بقى الفكره كالتالي، ارجع هنا اول حاجه لما اضغط على الزرار ده هيروح على صفحه اسمها الاكس، هيفتح السيشن ده ويقفل اي سيشن الحالي الموجود عندي بس فعليا دلوقتي، وبعد كده بعد ما يخلص يعمل هيدر لوكيشن. كلام جميل، تعال نجرب. لاحظ هو في الحاله دي طلع وعمل كل شيء. طب انت ما شفتش اصلا هو قفل ولا ما قفلش؟ هو كده خلاص قفل السيشن بتاعه. او ممكن انا استخدم الفانكشن المختلفه الثانيه اللي هي ديليت لاول سيشن عندي. هنا في الحاله دي لو انا عملت كده انا بقول له اي سيشن موجود عندي على السيستم، يوزر نيم، باسورد، ايميل، ايا كان هيقفله، لكن الانسيت بيقفل السيشن الموجود المفتوح بس. قلت له ريفريش، عملت هنا تسجيل دخول واحد اسمه علي، قلت له لوج اوت نفس القصه، بس هو فعليا قفل السيشن بتاعي. طب تعالى نجرب ندخل باحمد، احمد 1 2 3 4 5، قلت له لوج اوت. لاحظ قال لي ويلكم تو ويب سايت احمد، قلت له تسجيل خروج.
خلاص راح على اللوجن وقفل السيشن بتاعي، عمل مسح للسيشن بتاعي. ده فكره السيشن النهارده، فكره سهله وبسيطه جدا. تقدر تستخدم السيشن في اكتر من حاجه. ممكن ان انا اخد اليوزر نيم معايا، ممكن اخد باسورد. في وقت من الاوقات الشخص ده عايز يدخل على صفحه البروفايل بتاعته عشان يعدل اليوزر نيم ويعدل الباسورد والكلام ده كله، ففي الحاله ديت اخد اليوزر نيم، او ممكن عايز اخد الايميل واخد اي حاجه. فده فكره السيشن عندنا. اتمنى يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش تعملي لايك على الفيديو وتعمل اشتراك في القناه عشان اقدم لك المزيد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.